حوزع فوقها صلصة اللحم والطماطم. الحلو في هذه الوصفة انه كل هذا مجهز قبل بوقت، وقت التقديم على طول نسكب ونقدم. حوزع فوقها البتنجان المشوي اللي دايب دوب. لاحظوا طريقة الشوي هذه رائعة جدا جدا جدا. حوزع صلصة اللبنة بالكمية اللي انتو بتحبوها طبعا. وهلأ حوزع كمية من الصنوبر او اللوز المقلي والبقدونس. وكمان اذا حبينا بعض السماء لانه حيعطيها طعم كتير كتير رائع. ونرجع شوية خبز على وش ده.